هنقعد بقى نسمع شعراءنا والناس الموجودة وأقول مستقرين علينا السلام وهم عايشين غاب من سمانا الحمام هم اللي أكلينه مدلنا صرف اللجام والتاني مسكين علشان فينا من اللئام في دعوة لو دينه. ونبدأ بشاعرنا الجميل الأستاذ عمرو القصم. يا أخوي تمام. تحية للجميع. بقول لدكتورنا المثال في حضرته غاية في الروعة الصراحة. على طريقة المتنبي للغرور، أنا غيث وأهل الشعر ظمأ إلى حرفي إلى ألفي ورائي. مفتتح من بيتين، ومعلش هقول قصيدة للصديق ليا الأستاذ هاني البريدي. البيتين بتوع أنا بقول فيهم اللهم صل على محمد. أنا ما نسيتك يا زهورا في دمي تسري عبيرا والقتاد بمعصمي. رتلت في عينيك سفر قصائدي عبثا أضعت تبتلي وترنمي. القصيدة بيقول فيها كفن بأوراق الشقوب المحبرة واغرس ضواب الفهم حول المقبرة واجلس قليلا تأتنس بك روحها ذا موقف هول المشاهد والترى ثم اجل ياسين اجتلابا للرضا نح بعدها وافرد قلوع الثرثرة. عيني على عجز عفى من عاجز ويلي على صدر مضى من أوغر مات كشبل ما أتم فصاله لم يؤت فرصته ليصبح قصورا. قلبي على تلك القصيدة يكتوي كانت تحاكي ضفة طي القنطرة صارت على رأس الصفوف مسالة فاستشهدت أولى ضحايا المجزرة. عدد ونح قدر استطعت وكلما ثم انتبه يا من تظنك عنترة. إن رمت قول الشعر فلتكفر به آمن بنا نخلع عليك المغفرة طب لحلم كاد يفريك الظما فاسجد لنا طوعا تفز بالجوهرة. لا شعر لا إحساس لا تعبأ بهم هب أن باقات الشعور مشفرة. فكر بأمر الخبز ما من شاعر في عهدنا إلا ومزق دفترة. شكرا.